تعالوا نبتدي بطائفة من الأخبار الكنسية. أولاً نبدأها بتطييب جسد القديس القمص بشوي كامل بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج، حيث المزار الرقيق الصغير الجميل اللي موجود هناك. والتطييب أقيم مساء اليوم وسط حضور عدد من الأباء الكهنة والأباء الأساقفة، على رأسهم قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اللي افتتح أيضا نهضة باسم القديس القمص بشوي كامل بكلمة جميلة وطيبة جدا، وكان يسبقها كلمة لأبونا الحبيب القمص تدرس يعقوب الخادم الرائع، ربنا يديله الصحة والعمر. واللي بنقوله أيضا كل سنة هو طيب، عشان النهاردة مش بس بداية النهضة، لكن النهاردة كمان عيد ميلاده. تعالوا نشوف جزء من التطيب ونرجع مع حضراتكم. صبروا
جميلة كنيستنا ووفية لأبائها، وبعد سنين طويلة أبونا بشوي كامل اتنيح سنة 71، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 52 سنة، وكان أب جميل بنى اسكندرية كلها تقريبا كنايس، وبنى كنايس جوه قلب المسيحيين في اسكندرية كلها زي ما شفنا الأباء أساقفة العموم المناطق اسكندرية الثلاثة، أنبا بافلي وأنبا هرمينا وأنبا إيلاريون مع قداسة البابا وعدد من كهنة الكنيسة وكنائس أخرى بإسكندرية. زي ما قلت لحضراتكم أنه هذا الاحتفال بيتزامن مع العيد 86 لأبونا الحبيب القمص تدرس يعقوب مالطي، اللي أثرى الكنيسة بالرعاية وبالخدمة جوه مصر وفي المهجر في أماكن كتير في أمريكا وكندا وأماكن كتير الحقيقة بره مصر، وظل حتى اليوم حمامة سلام لأي مشكلة موجودة يكون موفد قداسة البابا شخصيا لحلها ولتقريب وجهات النظر ولعودة المحبة في المكان. أيضا أبونا تدرس يعقوب أثرى مكتبة الكنيسة بمئات من الكتب والمراجع حول الثالوث القدوس وحول اللاهوت المسيح وتفسيرات الكتاب المقدس، سلسلة من أروع ما يكون بعنوان من تفسيرات الأباء الأولين، يعني تصل بعض أجزائها لأكثر من 600، يعني ما يقترب من 700 صفحة مثلا تفسير إنجيل لوقا مثلا. فالحقيقة حاجة رائعة رائعة رائعة، وربنا يديله الصحة أبونا ومستمر في الرعاية.